للمتابعة ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي محمد الطيب. محمد مرحبا بك، ما هي آخر التطورات الميدانية في الخرطوم؟ ماذا بالنسبة يعني سلطات الطيران المدني التي أغلقت المجال الجوي ويعني مددت هذه المهلة، بالإضافة للقصف المدفعي والجوي التي تتحدث عنه أو يتحدث عنه طرف النزاع؟ مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. أواجه صعوبة في سماع سؤالك، ولكن إن كنت قد سمعته جيدا، بالفعل قد اشتدت المعارك مساء أمس في خروقات واضحة للهدنة التي تسري حاليا، حيث شهدت مناطق جنوب الخرطوم يعني أحداث دامية مساء أمس حتى ساعات الصباح الأولى، كان ضحيتها 17 قتيلا وأكثر من 100 جريح. جاء ذلك في نداءات يعني اطلقتها لجنه تمهيديه لنقابه الاطباء بمستشفى بشاير، وتحدثت لنا مصادر عن ان المستشفى يعني قد عانى صعوبه الاكتظاظ الذي يعني توافدت اليه العديد من الاصابات، الامر الذي شكل ضغطا كبيرا على المستشفى مساء امس وعصره ايضا. المعارك ايضا يعني كانت متفرقه في البلاد، شهدت ايضا منطقه الفتحاب في ام درمان، ايضا منطقه المجرم بغرب الخرطوم شهدت ايضا مواجهات عنيفه، وهناك انباء عن ان المواجهات كانت بمحيط بنك السودان المركزي الذي يعد يعني احد المواقع الاستراتيجيه في البلاد. ايضا منطقه شمال ام درمان باتجاه الثورات ايضا شهدت هذا القصف العنيف. باختصار اعتقد ان الهدنه يعني باشتداد المعارك واستباق ظهور البرهان والذي تلاه ظهور عبد الرحيم دقلو ايضا، كما هي تشتد على الارض كذلك تشتد المعارك اعلاميا، ويتبادل الطرفان ايضا الاتهامات بخروقات الهدنه التي تمضي، خصوصا بعد تعليق الجيش للمفاوضات، ربما يبرر ذلك اشتداد وسيطره الاشتباكات بصوره واضحه للعلن. الآن الأجواء تتسم بالهدوء النسبي هنا في منطقة جنوب شرق الخرطوم، العديد من المارة يتجولون، حركة خجولة جدا للشارع بعكس الأيام الماضية، هناك أيضا حركة طفيفة جدا للمواصلات ربما ممن يرغبون مغادرة الخرطوم إلى مناطق أكثر أمنا. نعم، شكرا جزيلا لك من الخرطوم الصحفي محمد الطيب.